نيوزندا يشارك للمرة الثالثة في مونديال الشباب بصفته بطل أيضا أوقيانوسيا تحت 20. والله هذه جول، جول هدف لأوزبكستان لأوبسبيك. وقلنا أن الهدف اقتربت أبوابه واقتربت الجراسة، وفعلا يضرب الجرس الأول، يضرب الجرس الأول لاعب أوبسبيك الذي يعد من أهم اللاعبين في منتخب أوزبكستان. من متابعة السكند بول والكرة الثانية هي عنوان الهدف الأول. شوف الخطأ الكبير اللي وقع في حارس المرمى، خطأ كبير، وهذه المتابعة، هو المتابعة والمتابعة الرائعة من اللاعب أوبسيك مختلف. هاردك يا حارس، هاردك يا حارس، هدية، هدية ما كانت في البال ولا في الخاطر تماما لمنتخب أوزبكستان، ولكن القناص قناص، مهاجم قناص، لاعب ممكن يخطف الكرة من قلب الدفاع ويروح للجول. هنا محاولة الآن توصل في النص، يلعبها الآن، اختراق ناجح، ممكن معه يحط الجول. الله، جول، جول، إيغور، إيغور سيرجييف، إيغور سيرجييف، دقيقة 52، يضيف الهدف الثاني، يضيف الهدف الثاني للمنتخب الأوزبكي. يا سلام، يا سلام، والاختراق من العمق، من الوسط، من قلب الدفاع، من قلب الدفاع، بالدريل، بالدريل الوسط يخترق الجدار الدفاعي، وإيغور سيرجييف، شوف، شوف، من العمق، من الوسط على طول يخترق الجدار ويحطها على على يسار حارس المرمى، تصطدم بالقائم الذي يوجه الكرة إلى الشباك. هذه المرة القائم الشوط الأول طرد الكرة، المرة هذه القائم هو الذي زور الكرة في المرمى، مش زور يعني، أفضل، أحلى. تورابون، تورابوف يلعبها ناحية اليسار وتمور، اثنين ناحية يمين، بيحاول شوت ولكن تصطدم في توماس، والضغط الأوزبكي، الأزرق قادم يلعبها. الله، جول، جول، روعة، روعة هذا الهدف. يا سلام، يا سلام، يا سلام، تشوف هذا الجول 100 مرة ما تمل منه، تشوف هذا الجول 100 مرة ما تمل منه. شلون سقطها، شلون سقطها، شايلها بيده، شايلها بيده وحاذفها وليس بقدمه. يا سلام، توربوف، توربوف يسجل هدف، هدف ثعلبي، هدف كبير بلغة كبار، مش شباب يلعبون الجوال هذه الحلوة، مو شباب أبدا. شوف، شوف، يا سلام، يا سلام، يا سلام على هذا الجول، يا سلام على هذا الجول. شوف شلون موزون سقطها بطريقة رائعة وبطريقة جميلة على حارس المرمى كروكوم، وهذه الثالثة يا كروكوم، ياخذ الكرة للمرة الثالثة من الشبك. شوف، 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 ترى مو سهلة، مو سهلة، ولا أي لاعب ممكن يعملها بهذه الطريقة إلا لاعب كبير ولاعب عقله كبير.